نبقى في لبنان ولكن ننتقل إلى بيروت مع الدكتور فارس سعيد السياسي اللبناني والبرلماني السابق. دكتور فارس سعيد أهلا بك عبر منصة وقناة المشهد. كان عنوان الاستضافة لحضرتك الليلة هو التهديد الإسرائيلي بشن حرب شاملة على لبنان والتهديد المستمر في هذا الموضوع، ولكن هذا كان قبل عملية الاغتيال التي حصلت قبل ساعات. كيف قرأت عملية اغتيال صالح العروري في منطقة الضاحية الجنوبية وهو أول اعتداء على بيروت وعلى الضاحية منذ حرب 2006؟ لا، حصل اعتداء بالمسيرات في صيف 2019 اسقطها انذاك حزب الله، ولكن كانت طفيفه بمعنى انها طالت او اصابت بعض الواجهات الزجاجيه. انما هذا الاعتداء اليوم هو اعتداء موصوف ضد المربع الامني لحزب الله، وبالتالي ما حصل اليوم بغض النظر عن حجم المسؤول الحماس المسؤولين من حركه حماس الذين قتلوا اليوم، الموضوع الأساس هو بأن إسرائيل قررت استهداف المربع الأمني لحزب الله، وقالت من خلال هذا الاستهداف بأنها تملك القدرة لتجاوز كل العقبات، وبأن حماية المربع الأمني لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية هي حماية منقوصة، وقادرة إسرائيل على خرق هذا المربع. وبالتالي هذا تطور أولا عسكري ضخم جدا، لأنه يهدد حزب الله ويهدد المسؤولين في حزب الله، وهو أيضا تطور سياسي ضخم جدا، لأن هذا التطور يتجاوز موضوع جنوب الليطاني، لأن هذا الاعتداء حصل في شمال الليطاني، يتجاوز ما كان يسمى أو يعتمد على الأقل من قبل وسائل الإعلام بقواعد الاشتباك، وخاصة الأمن السياسي الذي أو الهيبة السياسية على الأقل التي كانت بيد حزب الله، وكان يستخدمها حزب الله في مواجهة إسرائيل. وبالتالي ما حصل اليوم هو خطير جدا، خطير لأننا يضعنا كلبنانيين كحكومة لبنانية أمام مسؤولية الإجابة على بعض الأسئلة. ماذا يصنع، ماذا يفعل مسؤول حماس من هذا الحجم في بيروت وفي ضاحية بيروت الجنوبية في لحظة نعرف تماما بأن إسرائيل هددت كل قيادات حماس منذ 27 أينما كانوا، وبأن كان هناك أيضا استهداف لمسؤول رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني منذ 10 أيام في عاصمة سوريا في الشام. وبالتالي أول سؤال، ماذا يفعل هذا الرجل وماذا يفعل هذا القيادي الفلسطيني في لبنان رغم التهديدات الإسرائيلية؟ هل وجود السؤال الثاني، هل وجود قيادات من حماس في بيروت أو في جنوب اللبناني سيعرض لبنان إلى اعتداءات أخرى من قبل العدو الإسرائيلي، وماذا يجب أن نفعل حتى لا يتعرض لبنان إلى هذه الاستهدافات وإلى هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ هذه أسئلة مشروعة نحن كلبنانيين علينا أن نسألها أولا إلى حكومتنا، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومن ثم بالتأكيد إلى حزب الله. هل قرر حزب الله دكتور سعيد دكتور سعيد هل تتوقع أن يرد حزب الله على هذه عملية الاغتيال؟ يعني اليوم خصوصا أنه منذ فترة، ليست بقريبة ولكن منذ فترة، قال أمين عام حزب الله أن أي عملية اغتيال لأي شخصية لبنانية فلسطينية سورية إيرانية أو من أي جنسية كانت على أرض لبنان ستدفع إسرائيل ثمنها غاليا جدا. برأيك هل سيرد حزب الله على هذه العملية أو ستبقى الأمور ضمن دائرة الاشتباك المحدود الذي دأبت عليه إيران وحزب الله منذ بداية المواجهة في غزة؟ نعم، الحزب مضطر على الرد، يعني هو يعني وضعه الحزب في وضع بأنه إذا لم يرد
فهو سيفقد من هيبته ومن قدرته على استيعاب الأمور وعلى مواجهة هذه الأمور. استهداف المربع الأمني يعني استدعاء حزب الله إلى الرد. لا أعرف وكيف وبأي لحظة ومتى وأين سيرد حزب الله، ولكن أنا أتوقع بأنه نعم سيرد. يعني الرد طبعا سيواجه بحرب مفتوحة على لبنان كما يهدد الإسرائيليون وقادة إسرائيليين منذ فترة. نعم، يعني كما قلت في البداية، بمجرد وجود قيادات من حماس على الأراضي اللبنانية بهذا الحجم، وهي قيادات قررت وساهمت في هجوم 27 2023، وبالتالي هذه القيادات هي مستهدفة من قبل إسرائيل. بمجرد وجودها في لبنان، بمجرد بأنها يعني لديها حرية الحركة الأمنية، حرية الحركة السياسية، حرية الحركة الإدارية على الأراضي اللبنانية، يعرض لبنان للانكشاف الأمني، وهذا ما حصل اليوم في الضاحية الجنوبية. السؤال: ما هي المصلحة أن يكون اليوم في هذه اللحظة قيادات من حماس على الأراضي اللبنانية؟ والسؤال الثاني: هل إذا استمر هذا الوضع سيتعرض لبنان إلى مزيد من هذه العمليات؟ هي عمليات مدروسة ومحسوبة من قبل إسرائيل. إسرائيل لم تعتمد هذه المرة الاجتياح البري، ولم تدخل إلى لبنان من خلال الاجتياح البري، استخدمت الطريقة التي تقول كما يقال بالعامية في لبنان، دخلت من شباك الأوضة وبالتالي من شباك الغرفة، وبالتالي هي اختارت المربع الأمني، اختارت الهدف، دخلت إلى هذا الهدف بتقنيات رفيعة المستوى، وهي قادرة على تكرار هذا الاستهداف. نعم. في حال استمر انكشاف لبنان بوضعه الأمني الحالي. سؤالي الأخير: في توقعات عام 2024 مع ميشيل حايك، قال ميشيل حايك سيتم التداول باسم فارس سعيد كثيرا، هل المقصود، ما بعرف إذا أنت بتصدق التوقعات هاي ولا لا، ولكن هل المقصود ممكن يكون على رئاسة الجمهورية مثلا؟ طبعا لا، طبعا لا، أنا لست ولا مرشح لرئاسة الجمهورية، ولا بهمني هذا الموضوع، ولا أعمل، ولا الظروف المفروضة علينا كلبنانيين اليوم تسمح لشخصيتي صاحبة موقف سياسي اللي أنا عم دافع عنه أن يلغى سدة رئاسة الجمهورية. اليوم هي لحظة تسوية مع حزب الله، وأنا لست في هذا الوارد، وطبعا كثير من اللبنانيين ينتظرون ميشيل حايك للاستماع إليه، أنا لم أستمع إليه، قالوا لي، ولكن يعني أنا لا يهمني هذا الموضوع. شكرا لك دكتور فارس سعيد، كنت معنا من بيروت، السياسي اللبناني والبرلماني السابق، شكرا على وقتك.